الله الرحمن الرحيم. بعد اليوم المفتوح الذي نظمناه في 26 مارس حول ثرواتنا من النفط والغاز، يشرفني ويسعدني اليوم أن أعلن رسمياً عن نشر الوثائق التعاقدية لكافة السندات سارية المفعول في مجال المحروقات وعددها 82 موزعة على 29 رخصة و53 امتياز. العديد من الدول المنتجة للمحروقات وعدد من الشركات العالمية اختارت النشر الجزئي والمرحلي، واخترنا في وزارة الطاقة والمناجم النشر الكلي والفوري للعقود والواسع للعقود انسجاما مع الدستور وتعميما للفائدة. إن هذا التمشي يبرز أحد ملامح سياسة الوزارة في الإصلاح والمتمثل في الانفتاح واعتماد معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة. المحور الأول يتعلق بالأنظمة القانونية، فيما يتعلق المحور الثاني بتقديم عام لسندات المحروقات السرية المفعول. مثل ما تقدم السيد وزير الطاقة والمناجم في كلمته، يبلغ عدد سندات المحروقات السرية المفعول 82 سند، تتوزع كالآتي: رخصة استكشاف واحدة، 28 رخصة بحث، 53 امتياز استغلال. وتخضع هذه السندات إلى 50 اتفاقية تنظم هذا 82 سند. بالنسبة لامتياز الاستغلال، كما بينت تحتاج امتياز استغلال خاضع لمجال المحروقات 46 أحكام سابقة لإصدارها. هنا حاولنا تقديم أعطاء بسيطة حول توزيع امتداد الاستغلال حسب الأشغال.